تقول سور القرآن الكريم لم تكتب بالتسلسل الذي نزلت به، فما هي الأسباب؟ هذا صادر عن اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، نعم، ولا نعرف، لا أعرف لذلك سببا إلا أنه صدر عن اجتهاد منهم، فإما أن يكون بتوقيف من الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل، وإما أن يكون عن اجتهاد مجرد، لأن سور القرآن ترتيب بعضها توقيف من الشارع من النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، كما كان يقرأ مثلا سورة سبح والغاشية في صلاة الجمعة، وكما كان يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين، فمثل هذا يقال رتبه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها أشياء توقيفية اجتهادية من الصحابة رضي الله عنهم في ترتيب السور، نعم، ومع ذلك فلا نستطيع أن نجزم بالحكمة، إنما يبدو لنا أن السور المتجانسة في الطول والقصر والموضوع تجده مرتبا بعضها مع بعض، نعم، والسور الأخرى المخالفة تجدها مرتبا بعضها مع بعض أيضا، فمثل السبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف تجدها متسلسلة، وتجد السور القصيرة وهو ما يسمى بالمفصل تجدها أيضا متسلسلة، نعم.